الإعلامية المعروفة دكتور هالة سرحان. أول حاجة نقدر نقولها لك حمد لله على السلامة. الله يسلمك ويسلم مصر ويسلم الشعب المصري، وإن شاء الله بإذن الله هتكون السنين القادمة كلها أمل وتفاؤل، ومصر رجعت لنا، فلازم نكون كلنا عارفين قيمة الثورة المصرية العظيمة وهذا الإنجاز العزيز والغالي على قلوبنا كلنا. وأنا مش عارفة الحقيقة أقول لك إيه، لأنه أنا لسه في مرحلة انعدام وزن. انعدام وزن إيه بس يا دكتور؟ إحنا تعودنا الحقيقة إنه ساعات كتير الضيوف الواحد يقعد يعرفهم بمقدمات طويلة، بس حضرتك غنية عن التعريف، لأنك ما شاء الله تاتش وود كده زي ما بيتقال، إنه ملء السمع والبصر. احنا نتذكر انه مع قيام الثورة المصرية كتبتي على الفيسبوك بتاعك 70 مليار مبروك، السر وراء الرقم؟ انا صرخت فيها كمان في قناة العربية، كنا بقى بنحتفل بالثورة وابتدت صحف انجليزية وصحف اجنبية زي الجارديان كشفت عن الملايين اللي موجودة او التي نهبت ابانة النظام الفاسد، وكم الفساد المهول اللي احنا يعني اطلعنا عليه فجأة. فكان فيه بيقولوا ده عنده 70 مليار وده 60 مليار وده 50 مليار. انا قلت 70 مليار ولا 80 مليار؟ ان 70 مليار هو غالبا كان الرقم مستند على الجارديان فعلا. كان مستند على الجارديان على انه الثروات المنهوبة من رؤوس السلطة الحاكمة في مصر. طبعا مع التحقيقات لازم ننتظر التحقيقات ولازم نشوف الارقام دي صحيحه او غير صحيحه، بس لما تكتبوا لك جريده مثل الجاردن ودول يخافوا اصلهم بالقضايا، فيعني حاجه غريبه ان هم كتبوا هذا الرقم. هو الحقيقه الرقم ده فوق خيالي انا شخصيا، ما اعرفش استوعبه، ما اعرفش دول يعني يبقوا قد ايه، دول ياخدوا كم اوضه مثلا لو حطوهم فوق بعض ياخدوا مساحه قد ايه بالظبط، قد الهرم ولا ايه؟ انما طبعا ال 70 مليار مبروك هي القيمه الحقيقيه اللي هي أغلى من أي عملة في العالم، أغلى من الدولار ومن الجنيه ومن الاسترليني ومن اليورو ومن كل حاجة، أغلى من ثروات الدنيا. 70 مليار مبروك أنا بقولها للشعب المصري، هو بصراحة كان لازم تبقى 80 مليار مبروك عشان يطلع كل مواطن ليه مليار. القيمة المعنوية ليه الكلمة دي، أنا طلعت على العربية كمان كنت بقولها، كنت عارفة زورت كنت صغيرات، إنه القيمة المعنوية لعظمة وسمو وقوة الشعب المصري الذي خرج بكل هذا الإباء والشمم والشموخ والسلم والسلوك الحضاري، وقدم للعالم نموذج جديد في الثورات، ثورة بيضاء، ثورة سلمية، ثورة حضارية. العالم كله كان في حالة من الذهول بين الإنسان المصري، والنهاردة لما بتقول مصري في أي دولة أوروبية أو في أمريكا بيستقبلوك بالأحضان وبينظرون على أننا صنعنا تاريخ جديد. إحنا نوع على الثورة الفرنسية ونوع على يعني الثورات اللي بيدرسوها في التاريخ الحديث، يقولك الثورة الفرنسية ولما دخلوا لماري أنطوانات ولويس السادس عشر وقالت لهم تاكلوش عيش كله بسكوت مش لاقيين ناكل. فإن ده يحصل في الزمن ده وفي القرن 21 إن تثار ثورة بهذا الحد من الإنجاز واللي يكون فيها الشعب والجيش إيد واحدة دون أي انتقال للسلطة انقلابي أو دموي أو عنيف، إيه التحدث ده؟ إيه الجمال ده؟ الجيش يطلع يحمي الشعب ويمشوا يطلعوا أفعل دبابة ويشيلهم العيال الصغيرين، إيه الشعب الجميل ده وإيه الجيش العظيم ده؟ دكتور هلا، الحقيقة حضرتك في وقت قيام الثورة كنت حضرتك برا مصر، احنا تعودنا عليك انك اعلامية واقعية جدا، يعني نازلة للشارع الى ادنى درجاته والى اقصى درجاته في نفس الحال، وفي خلال احداث الثورة اكيد تنقلت من بلد لبلد، ده بخلاف عملك عموما في الاعلام لفترة طويلة. شفتي رد الفعل الحقيقي ازاي كاعلامية بتهتم بالواقع، رد الفعل بتاع الشوارع العربية، شوارع في اوروبا، شوارع في امريكا، بعنين الدكتورة هلا سرحان؟ أنا في البداية انتقلت إلى لندن وقعدت في لندن كام شهر كده لأني كنت مريضة، ودخلت المستشفى فور وصولي وأجريت لي جراحة خطيرة وقعدت في المستشفى وقت طويل جدا، وطبعا
هقول لك انا دخلت المستشفى في بلد غريبه ولوحدي، ويمكن ما كانش الظروف تسمح ان اسرتي تكون جنبي، لا ابني ولا جوزي، وما فيش اصدقاء وما فيش حد. وشفت بقيت اقول يا ربي نفسي اشوف مستشفيات مصر في يوم من الايام بهذا الشكل، لان انا كنت في مستشفى فيها تامين صحي، بس كل المواطنين في انجلترا طالما تحمل الجنسيه البريطانيه عندك تامين صحي تخش بيه اجدع مستشفى. طبعا لازم الدكتور بتاعك الطبيب المعالج هو اللي يوصف لك ويقول لك ادخل، مش هتدخل على جيفك تقول اي كتفي وجعني. لا، في عدم استغلال التامين الصحي، مش كل واحد بطنه وجعاه ولا عطس يروح يضيع وقت المستشفى. لا، بروسس، في عمليه، الناس عندي برد بروح للدكتور، عندي بيقول لك الدواء بتاع والدواء مدعم لكن عايز عمليه الدكتور هيدخلك وهتتعالج ومش هتدفع حاجه لانه مكفول التامين الصحي للجميع. المستشفى كانت من احسن مستشفيات لندن لحسن الحظ، فيها ايضا المرضى اللي بيجوا من الخارج. فالمستشفيات دي بتجيب ايه؟ مرضى باموال طائله بقى، يعني انت جاي يا حبيبي عندي ادفع بقى بالاسترلين، فبيدخلوا ليهم بيعملوا مستوى خدمه علاجيه عالي جدا، بس بيكسبوا من الغرب. مواطن انجليزي حبيبي هنعالجك ببلاش، لكن انت جاي عايز تاخد حقنه ادفع بقى. فبيحصلوا على اموال طائله من مستوى خدمه عالي جدا، ومن تحصيل اموال من المرضى اللي جايين للعلاج عنده، وبالتالي يلاقي عائد يصرف منه على الخدمات الصحيه للناس اللي محتاجه التامين. بالظبط، والضرايب اللي بياخدوها من الناس، ما هو كل ده انت بتاخد ضرايب بتوفر خدمات. فنظام التامين الصحي ده نظام احنا لابد من دراسته، ولابد من اننا، لان انا دلوقتي بقول ان الثوره دخلتنا في مرحله جميله جدا من الشفافيه، ومن الناس ابتدت تشيل المسؤوليه. سيبك ان في بلطجيه، وسيبك ان في انفلات في الشارع، وسيبك ان في كل الحاجات دي افرازات للجرح الذي ينزف. جرح اتفتح فبينزف وبيطهر نفسه، واحنا لازم نتكاتف في تطهير الجرح وبعدين هيلتئم. فده كان في لندن، لاني قعدت كتير في المستشفى، فعايزه اقول لك ان انا نفسي اشوف ان احنا في مصر ان التامين الصحي لكل مواطن مصري. بعد كده سافرت امريكا مع زوجي، لان زوجي يعني عالم في الطاقه النوويه والذره، وبيشغل منصب كبير في الولايات المتحده الامريكيه، وهو مصري امريكي كان غادر مصر من سنين طويله، وبقى اصبح مصري امريكي، يعني بنقول ايجيبشن امريكان مش امريكان ايجيبشن. وعشت في امريكا. طبعا عايزه اقول لك في اي بلد بروحها طول ما انا ماشيه ونتيجه لان انا بره مصر، يعني مش بخاطري ومش ارادتي، فكل ما اشوف حاجه حلوه في عيني احزن، لاني بفتكر اقول يا ريت ده كان عندنا. كل ما اشوف القانون، في سياده للقانون على المواطن الصغير والكبير. بيل جيتس اللي هو اغنى اغنياء العالم بينزل السوبر ماركت يقف في الطابور زيه زي اي حد، لو نازل يشتري برتقالتين. جولا روبرتس النجمه المشهوره مش عارفه ايه، بتقف هي وعيالها في البيبي حطاه في العربيه واقفه في الطابور زيها زي اي بني ادم لو راح تاخد الرخصه. ففي سياده للقانون، في احترام للقانون، ولان في احترام للقانون من اول رئيس الجمهوريه لاصغر شخص في بقى احترام. يعني الرئيس الامريكي ايا كان اسمه لا يستطيع ان يقبل هديه من اي شخص في العالم بصفه شخصيه، حتى لو كانت سلسله مفاتيح صفيح لازم ياخدها ويسلمها للبيت الابيض، وتتحط في البيت الابيض تحت اسم رئيس الولايات المتحده في البيت الابيض، اصبحت ملك الحكومه الامريكيه. فما فيش ان انا افتح الخزنه واقول اصل انا عندي 100 ساعه كل ساعه بمليون جنيه دول جايين لي هدايا. ما في، ما اصل انا كمان كموظف، كرئيس جمهوريه او كرئيس كوزير او كمسؤول او كرئيس اداري في قسم في اي مكان في العالم، انا اخد هديه غاليه ليه الا اذا كان لازم اقدم مقابلها شيء؟ فاهم ازاي؟ في حاجه اسمها قوانين ساريه على المواطنين، القوانين دي هي اللي بتحافظ على الدولة من الفساد. مفيش مكان في العالم مفيهوش فساد، بس في بنسب
وفي النهارده وانا بكلمك رئيس صندوق النقد الدولي شتراوس تحرش بخادمه في فندق، البوليس جابوا من على الطياره واترفض من شغله وبيتحقق معاه واتحبس ان هو في اعتداء على مواطنه. بص الجرم طبعا انا بالنسبه لي كانسانه ده جرم بشع، ان الرجل يتحرش بامراه او انه يلمسها حتى ده شيء مخيف. فان جابوه من رقبته وحطوا في ايده وحققوا معاه وهياخد حكم وهينحرم من وظيفته، وما فيش مخلوق يقدر يقول اصل ان طلعوا بكفاله دلوقتي. ده حل العالم، ده ما كانش حلنا. لا ده ما كانش حلنا طبعا. احنا كان انت ابن مين وانت عارف انت ابن مين، وابن مين اصبحت هي القانون، بحيث اننا شعب كامل 80 مليون مواطن في دولة ذات حضارة 7000 سنة، فجأة لقينا نفسنا في مشروع التوريث، وانه وليه لا وماما تربي مع ابوما، فهم يعني كلام غير منطقي وكلام غير علمي وكلام لا يمكن ان يحدث في دول متحضرة. ان انا عشان قعدت مع بابا ابقى نعمل نفس الشغلانه. طب انا ابويا مثلا دكتور جراح، اخش المستشفى افتح بطن الناس؟ يعني ما فيش حاجه اسمها اصلا اتعلم. يعني هل انت تقبل ان انت عشان ابن الدكتور فلان يخش يفتح بطن الناس ويقول انا هعمل عمليات ولا قلب بني ادم؟ طبعا ده هو شارب من ابوه بقى، مش هينفع. ده مش هينفع في حياه الناس في عمليه جراحيه، وبالتالي مش هينفع في عمليه جراحيه في دوله في امه 80 مليون دولة زي مصر. يعني ايه انا اصلا هيعرف يديرها؟ يعني اذا كان انا ما اقبلش ان شخص حد يفتح له دمل اذا كان ما عندوش التجربة العلمية، يبقى انا اصل بالوراثة، وراثة ايه؟ فانا عايز اقول لك المنظومة كلها كانت فاسدة من تحت، من النخاع، من الجذور، من اول ما اتفتح مع مشروع التوريث، ومن اول ما مشروع التوريث جلب معاه حكومات رجال الاعمال المنتفعين والمقربين، واصبح في مصر فيه 49 شخص بيتحكموا في الدوله وبيشتروا وبيبيعوا فيها. يعني لا يمكن اي حاجه من اللي احنا بنشوفها دي على نطاق صغير جدا تحدث في اي دوله متقدمه، لان في برلمان منتخب والمجلس الشعب بتاعهم المنتخب، من حقه اللجان كلها لجان مسائلة سواء في فرنسا أو في أمريكا بيسألوا المسؤول. ما في رئيس الجمهورية ما يقدرش يمضي على قرار بموافقة على تعديل قانون أو على حاجة من غير ما ياخد موافقة الكونجرس. كل واحد عليه رقيب وكل رقيب عليه رقيب. هم عاملينها التجربة الديمقراطية في دول العالم كلها سواء التجربة الغربية الأوروبية أو الأمريكية، قائمة على أن كل هيئة رقيبة على الأخرى. عندك الهيئة التشريعية، عندك الهيئة التنفيذية، عندك الهيئة الرقابية. فالتشريعية تحط بتسن القوانين لكن ما تراقبش نفسها، وما يتخذش على موافقتها إلا من الهيئة اللي بتراقبها. والرئيس الجمهورية أو الهيئة التنفيذية والوزراء ومجلس كل دول تنفيذيين، ما يقدروش ينفذوا حاجة من غير موافقة المجلس الأمة بتاعهم، سواء ده كونجرس أو برلمان في فرنسا أو في إنجلترا. فجميع هو طبعا في فروق في التجارب الديمقراطية مختلفة، بس في النهاية في مجالس تمثل الشعب وتمثل، وما فيش قانون ينفذ ولا يعدل ولا الناس تعمل على كيفها، وزير يبيع أرض على كيفه ويعمل محسوبية لده فما فيش الفساد اللي وصل عندنا إلى هذه الدرجة. دكتور هلا، هل مصر كانت متفردة في وسط دول المنطقة بهذا القدر من الفساد، ولا بحكم عملك وبحكم أسفارك شفتي أنه هذا الفساد ممكن يكون موجود في دول تانية؟ لا، هذا الفساد موجود في الدول المتخلفة ودول العالم الخامس والسادس والسابع، وعندنا في منطقتنا موجود الفساد موجود بنسب مختلفة، موجود كسمة عربية لأن إحنا بنحب نجامل بعض. يقول لك مجاملة، هي مش مجاملة، هي رشاوي وهي مصالح وهي ناس بتخدم بعضها. هي
مصالح متبادله ما بين الناس. وعين ده عشان ابن ده. احنا قاعدين دلوقتي، واحد جاي لي فلان بعت لك فلان علشان تشغليه. اشغله ليه؟ انا ما انا اعمل اعلان زي ما عملت في دريم لما كنت انت موجود والناس كلها موجوده. انا عملت ايه؟ عملت اعلان وامتحنت المذيعين وعينت الناس الكفاءات. لا سألتك انت ابن مين يا يوسف، ولا دي اللي جات دي بنت مين، ولا خدت توصيه. واللي كانوا بيقولي بتوصيه كنت بطردهم، ما بدخلهمش مكتب، لانه لازم الفرصه، تكافؤ الفرص اللي قعدنا نسمع عليه من يوم ما اتولدت. انا واقول لك تكافؤ الفرص، في تكافؤ الفرص ده هو تكافؤ الواسطه. احنا دوله كان الحمد لله مش مصدقني انا بقول كان دوله واسطه واقدميه، وعشان المواطن العادي اللي زيه زيك يثبت وجوده فيها لازم يعني يكون عنده جزء من الإصرار الشديد وقوة الاحتمال والصبر الشديدة، وفي نفس الوقت ربنا يديله من عنده حتة حظ كده تجيله وتفتح له باب، لكن انه فالناس تعرفه فيفرض نفسه زي ما انت عملت نفسك معايا. انا كنت اعرفك يعني انه الناس تاخد الفرصة بقدر كفاءتها، مش بقدر انت ابن مين ولا وسطتك مين ولا متجوز مين ولا قرايبك مين ولا تعين في الجامعة عشان انا ابن الدكتور. الكلام ده كله لازم يتوقف. لما سمعتي وقريتي عن الدعوة بتاعت ثورة 25 يناير على الفيسبوك وشوية تويتس على تويتر، صدقتي ان ده في يوم من الايام هيتحول الى ثورة؟ من ضرب الخيال، ده كان من ضرب الخيال. قبل ما اكلمك على الثورة، هذا العمل أو هذا التاريخ الذي صنع علامة فارقة في تاريخ مصر العظيمة، أرجع لك بقى. أنا سبت أمريكا علشان أرجع صممه أن أنا أرجع أدير قطاع السينما في قناة روتانا، وأن أنا لازم أرجع المنطقة، فاضطريت أن أنا أنتقل إلى دبي. دبي والإمارات، دولة الإمارات كلها على بعضها دولة عمرها 37 سنة، من أيام ما كانت صحراء. الشيخ زايد الخبرة والحنكة والذكاء الفطري العظيم الذي قام به ببناء دولة الإمارات، يقول لك أصلا عندهم بترول. بترول مين يا عم؟ دبي البترول رقم 8 أو 9 في الدخل، لا يمثل بالنسبة لهم أي دخل. صنعوا لنفسهم من مساحات صغيرة جدا من الصحراء القاحلة اللي على شواطئ قاحلة في درجة حرارة أفران مفتوحة على البني آدمين، استطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم من هذه المدن، وضعوا أنفسهم على الخريطة. العالم كله بيعرف دبي النهاردة، العالم كله بيعرف أبو ظبي النهاردة. ليه؟ لأن اتفتحت سياسة استثمارية للعالم، وسمحوا لشتى الجنسيات ان هي تيجي تعمل وتنتج وتصرف الفلوس جوه البلد. وبعدين في بنية تحتية بتتعمل كل يوم، قال لك دبي فقاعة ومش فقاعة. انا بنزل في عز الازمة الاقتصادية في سنة 2009، ودبي اكتر من تم يعني ضربه، والعقارات نزلت في الارض، ومئات الشركات تم اغلاقها، ومع ذلك تنزل في الشارع في دبي، ولا تروح المول، ولا تنزل تقعد على مطعم بالحجز والزحام الشديد، والناس بتنفق. ليه؟ يمكن سوق العقارات اتضرب، لكن عجلة الاقتصاد مستمرة. قطاعات الاقتصادية تانية شغال، عملوا نفسهم حاجات. أولا عمالين يخلقوا في أول برج، أعلى برج في العالم، أول مدينة نخلة داخل البحر، أول يعني بيحاولوا إن هم يعملوا لنفسهم حضارة تنزل القرن 21. ممكن يكون فيها أخطاء، أقول لك ليه يصرفوا ده كله، مش ليه يصرفوا ده كله. بيصرفوا ده كله لأن في النهاية أنت بتمشي النهاردة في شوارع هناك، في شوارع نظيفة، في القوانين سارية، تقدر كده تكسر إشارة، تقدر كده ترمي ورقة في ده واحد مصري صديق ده مع ابنه في العربية جايين بقى من مصر، فالولد شرب إزازة علبة عصير ورق وفتح الشباك ورماها، وكانوا في الطريق تقريبا طريق صحراوي، يعني اللي هو طريق بيربط ما بين مدينتين، يعني هما فيهوش تاريخ من يومين. لقى فجأة عربية البلدية وراه، وقفوا قال له 500 درهم. ليه يا فندم أنا عملت إيه؟ قال له هو أنا ماشي بسرعة؟ قال له لا، حضرتك رميته حاجة من الشباك، ورقة من الشباك في الصحراء. فمعناها ان الراجل بتاع البلديه ده بيعمل شغله، ومعناها انه ما خدش المعلومه،
ومعناها انه بيدخل فلوس للبلد، ومعناها الناس كلها محدش هيرمي ورقة في الارض، لان مش تمن رمي الورقة ان انا ادفع 500 درهم احسن اروح في الزبالة. بس في ايه بقى؟ في زبالة في كل ركن وفي كل مكان في الشارع، في عربيات زبالة ضخمة بتجيلك يوميا بتنظف الشوارع بترشها بتلم الزبالة من الناس، يعني في خدمات. فاللي في لندن عنده خدمات الصحية دي اللي أنا شاهدتها في مستقبل، نفس الخدمات دي برضو بيلموا الزبالة في شارعهم. فاللي حصل إن في الدول العربية الصغيرة دي اللي خلقت لنفسها اقتصاد من لا شيء، دبي بقت صنعت نفسها كمدينة هب، بيقولوا عليه هب، اللي هو نقطة ربط ما بين الشرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، إنه السفن تيجي تحمل وتتحمل وتبقى مينا زي هونغ كونغ. أخذوا النموذج بتاع هونغ كونغ وقالوا إحنا هنبقى أحسن من هونغ كونغ وإحنا هننافس هونغ كونغ. فأداروا المواني وسوق الحر بتاعتهم، بيقول لك سنة 2020 الله أعلم حيمر من خلال المطار دبي 60 مليون، معرفش جابوا الرقم ده منين، بس لو بس فاتوا ما دخلوش دبي، فاتوا كل واحد اشترى ازاق شوكولاتايه من المطار هيشوف هيجيب فلوس قد ايه. فبقى عندهم خبره في اداره المواني، بيديروا معرفش حاجه و30 ميناء في انحاء العالم، حتى عرضوا يديروا مواني لامريكا وبعدين ايام بوش، وبعدين الكونجرس قال لا عرب ارهابيين فما سمحولهمش ان هم ياخدوا الديل ده. فدي ناس بتطور نفسها، بتحترم القانون، بتحط فلوس. هو مفيش فساد اكيد في كل دوله في العالم، في فساد بس ليه حدود، وفي فلوس محدش بياخد 27 مليون متر، لا هتاخدهم هتعمل بيهم ايه؟ هتبني، ومش بيدوا الشخص ابني عايز تاخد ارض، خد ارض بلاش تبني عليها ناطحة صحية، ولو ما خلصتهاش في خلال 3 سنين وعارش ايه هناخدها منك تاني. وعاملين قوانين والقوانين ثارية، يعني السر هو القانون وتطبيقه الكامل. انا رأيي كده، انه طالما في قانون يحترموا المواطن ويحترموا الموظف ويحترموا المسؤول ويحترموا الرئيس من أكبر رأس لأصغر رأس، يبقى أنا ببقى في السيارة في شوارع دبي وفي إشارة المرور جنبي الشيخ محمد بن راشد واقف سايق عربيته وواقف في الإشارة وسع والموكب لا 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 بعينينا. وبعدين أولا بيمشي في وسطينا يعني بيمشي مع 2 أو 3 وينزل يتفقد، اقول يا صبره، ينزل في المول يمشي يشوف الدنيا عامله ازاي، ينزل يمشي في الشوارع يشوف الدنيا عامله ازاي، ينزل يعني عادي انك تخش مطعم تلاقيه قاعد هو وزوجته مثلا، يعني الحاجات دي حاجات بالنسبه لي انا مذهله حدث. فعايز اقول لك انه القانون هو ليه هو امن يمشي في الشوارع ليه؟ لانه بيدي البلد شعبه شايف بعينيه، حتى الناس اللي جايين من الخارج وقاعدين في البلد مستمتعين بالخدمات، مش قلقان حد يترصد. فهو أمن الناس فأمن، زي ده عمر الخطاب، يعني ما هي دي نفس النظرية، انت تأمن امتى وأمانك يجي لك من امتى، ولا موكب ولا تحتاج تسد شوارع ولا تنزل الناس من بيوتها الساعة 3 الصبح عشان يشيلوا عربيات. الحاجات دي تاني في الأنظمة الفاسدة القائمة على اننا بتقليه وفرعنة الرئيس ايا كان في اداره ولا في وزاره ولا في جمهوريه، والفساد اللي ممكن ينتج عن هذا التسيب. نرجع بقى لان ثوره ولا ضرب من ضروب الخيال ولا حلم من الاحلام، انا بعتبر ما حدث في نيو 25 اليوم 18 يوم اليوم 11 فبراير انها معجزة بكل مقاييس، معجزة إرادة شعب، طاقة قوية كاملة تفجرت، بس مش تفجرت نار ولا عنف، تفجرت نور، أمواج من البشر، تسونامي بشري رائع نزل على مصر بردا وسلاما، مش نزل يكتسح ويدمر. البشر التحضر اللي كانوا واقفين بيه في ميدان التحرير
والمواطن المصري والمسيحي والمسلم، المسيحي يحمي المسلم وهو بيصلي، والمسلم يطبطب على المسيحي لو جرح. ايه الروح اللي كانت؟ انا تهيألي ان كان في ملائكة ترفرف على ميدان التحرير وفي السويس وفي الإسكندرية وفي كل مدن مصر. انا هقول لك ايه اللي خرج فيها الشعب المصري، وفي الصعيد وفي انا وفي المن، يعني في كل شوارع مصر كان في ملائكة مع الشعب. انا بالنسبه لي كانت لحظه رايت فيها ايه من ايات الله على الارض. ليه بتدمع ليه؟ لاني رايت ايه من ايات الله على الارض. انت لما انا كنت اقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل في من ظلمني وظلم الشعب المصري، دعوه. لكن كرم ربنا ورحمة ربنا وعظمة ربنا، الله أكبر، أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير. إنه الآيات اللي إحنا يقول لك إيه، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن ربك لبالمرصاد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا سلام، آيات نزلت على قلبي وأنا بشوف الشعب المصري أصبح نصر الملايين في هذه الثورة القادمة لتغيير مصر إلى الأحسن والأفضل والأجمل والأنقى والأكرم والأعز. أصبحت هذه الآيات يعني مش عارفة أعبر لك إزاي، إن أنا شعرت إني أنا نقطة في محيط، وإن كرامتي رجعت لي مع كرامة الشعب المصري، وعزتي ورفعت راسي مع كل الشعب المصري لما رفع راسه واستخدم إرادته ووقف للظالم وصمم على إسقاط الفساد، دولة الفساد. فكل هذا بالنسبة لي أنا، يعني يمكن قلت الكلام ده في حتت كتير، بس انا مؤمنه جدا بالطاقه الايجابيه، ومش عايزه افكر في الشماته والانتقام انا ما بقولش عفو، لان العفو ده عند الله، والعفو عند المقدره في احوال لا تتعلق ب انا تسامحني يا يوسف من فضلك انا زعلتك في حاجه، انما في شهداء وفي وطن استبيحت أراضي ونهب، ولابد من سيادة القانون. القانون بيقول إيه في الحكاية دي؟ تعالوا نرفزوا القانون، اللي غلط قلت لك الراجل تحرش بخادمة ما حاطينه في السجن ويحاكم، ما قالوهاش بقى إيه تعالي يا ستي غلبانة أنتي أنا هديكي قرشين وتسامحيني وتنازلي عن القضية، ما ينفع. يا حضرتك ايه في الموضوع بتاع انه الرئيس السابق يعمل خطاب اعتذار وان كان الكذب ده، لكن الفكرة في حد ذاتها، وانه طب يرد الاموال، طب ونعمل توكيلات برد الممتلكات، بس يعني نشوف كده احتمالية عفو الشعب عنه، في حاجة اسمها كده؟ الرئيس السابق ربنا يكون يرحمه دنيا واخرة في وضعه الحالي، لانه في وضع لا يحسد عليه، وزي ما قلت لك هم اللي وضعوا نفسهم في هذا المأزق. لكن لا انا ولا انت ولا اي حد نستطيع اننا انا مش عايز اتكلم في حاجه ما حصلتش. احنا بنقول ده خبر تم تكذيبه، فاتكلم فيه ليه اذا كان كذب؟ اوكي. لكن النظريات المطروحه على الساحه نظريا، مش ناس رايها كده، مش حقائق، انه ايجاد حلول، اللي هم طبعا نظريات المحامين، ايجاد حلول للتفاوض والتصالح والانفصال، يعني هات كام اديك كام. انا اعتقد انه ده في خرق لاي قانون، لانه معناه ان اي واحد ينزل يرتكب، انزل انا دلوقتي اسرق لي شويه حاجات من حد وبعدين يجوا يمسكوني اقول لهم معلش هديكم نص الفلوس وسيبوني، الله. ما هو يعني في حاجه اسمها قانون يا جماعه، في حاجه اسمها مبادئ، في حاجه اسمها اخلاق، في حاجه اسمها مقاييس للشعوب تقاس بيها. ما ينفعش اتفاوض رجعوا لنا اولا فلوس، ايه اللي هترجع؟ ما احنا كمان لازم نشرح للناس ان
ما فيش فلوس هترجع البنوك ويجوا كل واحد فينا يقولوا له خد شويه. لا الموضوع مش كده ابدا، هم ملزومين يرجعوا الفلوس. اي حد اخذ شيء ليس له حق فيه لابد من ان الوطن يستعيده، هم مش بيتفضلوا علينا ان هم يرجعوه، لابد من استرجاع واسترجعوا بالقانون. لكن ده مش معناه انه ينفي الجريمه، مش هاخد فديه انا عن بلد. هو احنا ده احنا بنقول التار في الصعيد، ما هي المساله تحولت لتار، تار وواحد بيدفع يشيل كفنه على ايده ويروح ويقول انا هدفع ديه اللي قتلته. بس المره دي انا كنت بذبح في الشعب المصري، ايه ديتي بقى انا كشعب؟ عايز اعرف 85 مليون هتبقى ايه؟ يعني انا عايز اعرف ايه ديتي انا كشعب، يعني ايه ديتي انا اقعد 30 سنه في هذا الكم الفاحش من استباحه وطن، و 30 سنه بعمل اللي على كيفي وببيع وبشتري في الاراضي وبسن قوانين وقرايبي بياخدوا وبيع صفقه مش عارفه غاز هنا وبيع صفقه ايه هنا واستلف ديون واشتري ديون مصر، حاجات يعني حاجات حقيقه ما ينفعش فيها دي يا جماعه. طيب انا عايز ارجع كام سنه لورا، حضرتك اضطررت لترك مصر على خلفية قضية وكان رفعها المحامي نبيه الوحش إلى آخره، والأقوال قالوا أو البعض الكلام حضرتك على خلفية بلاغ. أنا ما اضطررتش ليه واحدة، أنا ما اضطررتش، لأن أي حد في بلاغ عليه بيروح يرد على البلاغ وخلاص وتحول بقى قضية ما تحولش قضية. لكن أنا مع شديد احترامي لجميع الأطراف، أنا كنت في هذا اليوم خارجة من مصر راحة مسافرة في رحلة عمل لمدة 48 ساعة ومفروض أرجع، أوكي؟ وفجأة فتحت علي أبواب جهنم. لم يكن الموضوع مجرد حلقة في برنامج، ولم يكن الموضوع مجرد بلاغ من مواطن مصري، مع أنا يعني مع عظيم احترامي لجميع الأطراف، لكن الموضوع أكبر من كده بكثير، مش هنختصر في ده. وأنا عدم عودتي لأنه لو كان الموضوع بلاغ وأنا هرجع أرد والمسألة بهذه البساطة، طب ما أنا النيابة استدعيتني كذا مرة قبل كده وأنا في أثناء هذا العمل، وفي الوزيرة حكمة أبو زيد قالوا لي قالت كذا كذا كذا، قلت لهم قالت كذا وانا رديت عليها قلت كذا وبتاع، وكان فعلا حوار متفجر يعني، وهي قالت كلام غير مقبول اساسا وكانت بتشجع على العنف، وانا رديت عليها بعنف وقلت لها انا لا نقبل في مصر ذلك وكده، ولاني رديت وحققوا معايا وخرجت من ال ايه اللي جرى يا دكتور؟ احنا عايزين نسمع من حضرتك. لا انا مش هفتح صفحات أغلقت، لأنه كل اللي أقدر أقوله لك أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا ست قلي 30 سنة بشتغل، عمري في حياتي ما فرضت نفسي على شخص ولا ضيف ولا اديت لحد سؤال مسبق ولا لم يحدث. فأنا ما أقدرش أقول لك إنه فجأة بعد 30 سنة كده هتطلع في دماغي عايزة مثلا إيه بالظبط، شوية شهرة زيادة مثلا، ولا أنا لا تهمني الشهرة ولا يهمني، أنا اللي يهمني إتقان عملي وخلاص. إنما الرد البسيط يا يوسف اللي أقدر أقوله لك إن طبعا لأن المسألة كانت أكبر من كده بكتير، وإن في نظام وهذا النظام أنا سنوات طويلة يمكن كنت بتعاطى مع الإعلام الخاص اللي أنا بشتغل فيه بحرية أكتر من أي حد تاني، فعندي تاريخ طويل من يعني عندي ملف كبير، وفتحت قضايا كلها كانت بالنسبة للنظام السابق المفروض أنها لا تمس. يسميها يعني ملف مشغبات؟ لا مش مشغبات، يعني لما أنا أفتح ملف التوريث ده مش مشغبات، هو كان ممنوع، وأنا بصفة أو أخرى في لما كنت بأدير قناة دريم وجبنا الأستاذ هيكل الدكتور بهجت والأستاذ أسامة الشيخ ربنا يديله الصحة، وكنا بنعمل عمل جماعي في سبيل ان احنا نطلع الصوت العاقل الحر المكتوم اللي مش قادر يتكلم، فكنا بنخش في المناطق الممنوعة دي بصفتنا اعلام خاص ومتصورين ان احنا يعني هنقدر يعني ناخد بالك. اتاري بقى الملف عملي تاني،
فلما تيجي تشوف واحد اتنين تلاتة عملنا ايه، مش هيجوا يقولوا لنا والله احنا هنمسككم ونعمل لكم تصفية ولا نعمل لكم ولا نحبسكم ولا نعملكم عشان انتوا ابطال اتكلمتوا بحرية. لازم يلوثوك ويشوهوك عشان ما لو قال انت فعلا هو متضايق منك في ايه، انت هتزيد احتراما في نظر الناس. ينفع يقرب لمجرد فتح ملف التوريث، فلازم يدور له على حاجة تانية ويصيغ مؤامرة. هو مش ملف التوريث بس، ملفات كثيرة فتحناها، ملفات كثيرة لا اول لها من اخر. لما نقعد نتكلم من هنا لبكرة هفتكر لك ايه ولا ايه. ده ملف المختل عقليا وحده عن الجرائم التي نسبت لمختلين عقليا، وهي جرائم لهذا النظام الفاسد، اللي هي من ضمنها كان اشعال الفتنة الطائفية علشان يشغلوا الناس، علشان يخربوا العلاقات والناس تنشغل بقضايا أخرى، ويسيبوا بقى التوريث يتنفذ والدهب شغال. كمان في أنا وإنت في وقت من الأوقات كمصادر إعلامية وكمتلقين إعلاميين بيبقى عندنا مصادر، ومصادر كتير بتلقي بأسرارها عندنا، فبيصبح كل واحد مننا بقدر عمله، وأنا بقالي 30 سنة بشتغل، صندوق أسود للأسرار. ففي خوف دايما إنه الصندوق الأسود ده في يوم من الأيام يتفتح، فلازم انت تقع في طيارة في قاع المحيط ولا تتفجر في السماء ولا يحرموك من بلكونة ولا حاجة عشان الصندوق الاسود ده يروح في داهية ويروح مع اسراره. بس احنا لا نسعى الى هذه الحقائق. الحقائق دي بتأتي من مصادر، لان احنا عملنا هو المحقق او المحامي عن المواطن. يعني انا وانت بنتكلم باسم المواطن المصري، فبنسأل السؤال اللي احنا كمواطنين وبنمثل هذا الشارع بنسأل. يا جماعة انتوا جبتوا مبيدات مسرطنة ورشيتوا بيها الخضروات والفواكه اللي بيأكلها الشعب المصري، لان الوزير ان كان الوزير نقي وفاضل لكن المسؤول اللي كان تحت منه ضبط متلبسا. طيب ما هي مسؤولية بقى الرئيس على المرؤوس واللي ضبط متلبسا ده؟ كيف وصل الى هذا الحد من الفساد؟ فأنا هنا ما يعنيني صحة الشعب المصري إن ما يأكلش خضروات فيها مبيدات مسرطنة. فالحاجات دي ما كانتش بتاعك بالنظام، لأن الحياة كان لازم تبقى وردية. لا عندنا جريمة ولا عندنا فقر ولا عندنا جهل ولا عندنا أمراض فيروس سي نمرة كام في العالم مصر ولا نمرة اتنين، ولا عندنا مياه ملوثة، ولا عندنا تعليم هابط والتلاميذ متكزز. ده انا عملت حلقات وملفات عن التعليم، كانت كل مره اعمل تعليم تحت اي وزاره، يعني غيروا الوزير، وزير التعليم ما كانش بيتغير بس وزير الاعلام اتغير، وكل ما اقول كلمه تعليم في اي ار تي في دريم في روتان ابص الاقي الدنيا اتربقت فوق راسي، وحلقات ما اتذاعتش. يعني حلقات التعليم في التلفزيون المصري منعت، حلقات التعليم في دريم أثارت ضغينة وغضب وجالي يعني من جميع أنحاء الدنيا، إزاي أنت بتتكلم في التعليم كده؟ روتانا يعني مش هقولك عنفوني تعنيف شديد، وإزاي وأنت كده بتحبطي الشعب لما أقول إن في نظام تعليم هابط وإنه واحد اتنين تلاتة أربعة كذا، أنت بتحبطي الشعب. أنا هستخدم الخطر اللي عندك في استخدام الصلاح. يعني كنت مسنودة على ايه لما كنت بتفتحي هذه الملفات، في حين ان وقتها موضة التوك شوز اصلا ما كانتش موجودة، ولا اللي كانوا بيقولولنا عليها مش الحرية، ولا الجرايد الخاصة، ولا الكلام ده. ايه اللي يخليكي تخشي في الحتة المشوكة دي، الحتة اللي دمها تقيل وما كانش حد بيفتح الكلام ده؟ انا ما كنتش واعي انا بعمل ايه، انا كنتش عارفة انا بعمل ايه. انا هلا اللي قدامك دي هي اللي كانت بتتصرف بقيمي ومقاييسي، وشايفة ان ده طبيعي ان اي حد هقرأ في الجورنان. انت كمان الجورنان هيقرأ كام؟ 100,000 مليون، لكن احنا ما بنطلع في التلفزيون بيشوفك تاني. فيا اخويا اكتبوا في الجرايد زي ما انتوا عايزين. يعني هو كانوا سايبين الحبل على الغارب، سايب
علشان الجورنان هيوصل لمين؟ هو مين بيقرا في مصر؟ ما في عندنا محو اميه. فخلي يا اخويا الجرايد ونوري ان احنا كده عندنا ديمقراطيه، وخلي الناس تقول، لان في النهايه انت هتوصل لكام شخص يمثلوا ايه من الجماهير العريضه اللي بيقعدوا قدام التلفزيون وبيسمعوا. انت هنا بتتكلم ملايين امام مئات الالاف يوم ما تتمعظم يعني، او تتخطى مليون. فانا وانا بعمل ده، فانا اقرا في الجورنال الخبر او يا نهار ابيض، مبيدات فيروس صحه مش عارف في مستشفى ايه فيها كذا، هات يا جدع نروح مسلطين الضوء. فانا كنت بعمل ايه؟ بجيب المجهر واروح مسلطه الضوء على مشكله مثلا. فانا بعمل ده وانا مش واعيه ومش عارفه، ولاني انا لما فتحت فكر التوك شو وقلت ان الشعب هو اللي لازم يتكلم، وانه اننا لازم نجيب المواطن داخل الصندوق الشاشه الفضيه، مش يقعد يتفرج عليها ويتلقى وبس، لازم يكون مشارك جواها. وعملت فكره مشاركه الناس في الحوار والحوارات الجماعيه وكده، وكنت بجيب في الحوار بتاعي الاستاذ الجامعه والصحفي اللامع والمفكر والفنان، بس قبل دول كلهم كنت بجيب الشيخ والفقيه الديني والداعية الديني، وكنت بجيب الطبيب والعالم. فأنا كان في وجوه جديدة بتستقطب، وبعدين بجيب كل الأطياف بتاعت الأحزاب والمفكرين والتيارات الدينية. وكنت بجيب، أنا قلتها كذا مرة بس بأكدها لك تاني، أنا طلع عندي كل الممنوعين من الظهور أو الحديث في أجهزة الدولة الإعلامية. يعني يوسف ممنوع انه يطلع في التلفزيون المصري، بيطلع عندي. تيار الاخوان المسلمين ممنوع ان حد يتلفظ باسمهم، بيطلع زعمائهم عندي. الحزب التجمع الناصري مش عايزين حد يسمع اسمه، كلهم بيطلعوا عندي. كل بيطلعوا مع بعض، وتتفرج بقى الشعب المصري، الاخوان المسلمين مع حزب التجمع مع اليمين مع اليسار مع المعتدل، كلهم كانوا قاعدين مع بعض وبيتفاهموا وبنتناقش، ومختلفين جدا مع بعض، وفي مش عداوة، في اختلاف جذري في 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 المعتقدات وفي الأفكار، لكنه متفاهم مع بعضه. فأنا كنت ببقى سعيدة جدا أنا بعمل الحكاية دي، ما كنتش مدركة أنا بعمل إيه. ما كانش مع سبق الإصرار والترسب واعملي فيها يا هلا مناضلة إطلاقا. إعلاميين إعلامية صحفية، أنتوا بتقولوا إعلامية، أنا ما أعرفش إعلامية دي، يعني صحفية وبندور على موضوع وبنشوف أسراره إيه. صحفيين وإعلاميين بيشتغلوا بنظام اضرب ولاقي، يعني يضرب على الشاشة وبعدين يلاقي بمكالمة تليفون، بمقالة في جورنال، في مجلة، يعني من ده على ده، فيقرب شوية من سدة الحكم من النظام، ويبقى عنده فرصة أكتر يتناول بشيء من الحرية في برامجه. ما عملتيش كده ليه؟ ما هو أنا برضو ما كنتش فاهمة ولا عارفة ولا عايزة ولا ولا واعية ولا ليه في الناس دي خالص. يعني أنا ما كانش سدة النظام دي هي همي أو الهاجس إن أنا أبقى في علاقات معهم، ولذلك في تاريخي كله أنا لم أجري حوار مع حد منهم. يعني دور كده في حواراتي هتلاقيني ما روحتش، قليلين قوي الوزراء، وعموما كل الوزراء اللي أنا عملت لهم أحاديث كانوا سابقين، لأنه لما بيبقى سابق بيتكلم. جالي وزراء ورؤساء وزراء ووزراء دفاع وكبار من صنع شهود على عصور في حياة مصر، كلهم كانوا سابقين، وكنت بحب قوي ده لأن هما كانوا بيتكلموا بحرية وبيحكوا لي التاريخ، فكنت بحس إن إحنا بنوثق تاريخ مصر والناس دي عايشة معانا. فكنت أقول لهم عايزين نلحق فلان، عايزين نجيب فلان. في الحقيقة وثقنا برنامج بصراحة وبرنامج الحقيقة اللي بعد كده استلموا مني الأخ وائل إبراشي، وثقنا التاريخ مصر. إنما أنا كنت لا أسعى لأي حد في السلطة، حضرتك ولا كنت أعرف تليفوناتهم ولا أكلمهم ولا أي حد. فأنا كنت أنا همي مين؟ المواطن. فأنا بدور على قصة تهمني وتهم المواطن، ما بدورش. وأنا قلتها برضو في حوار صحفي من يومين، الصحفي لا أو المحاور في التلفزيون أو المذيع أو صاحب البرنامج لا يكتسب قوته من سلطة ضيفه، لكنه يكتسب قوته من مضمون الذي يقدمه ضيفه والكلام اللي بيقوله ضيفه. فإذا كان اللي أنا حقيقي يبقى عندي
ملف عن خطة تحويل المسجد الأقصى إلى هيكل سليمان، وتجيلي بنت شابة محامية بخرائط إسرائيل السرية لتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل سليمان، وافتح بقى الموضوع على مصرعيه. هذه المحامية الشابة الصغيرة في السن أهم عندي من أي رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا وزير. فأنا كنت أبحث عن الموضوع اللي يهمنا، مش أنا مش عايزة ألتقي بالسلطة، ولا عمري كنت يعني بتواجد. تواجدت في الأول كده، وبعدين لقيت الموضوع إن بنروح نقعد قبلها بخمس سبع ساعات عشان نستنى نسمع لنا كلمتين ونروح، قلت لا أنا ورايا شغل. فبقيت ما فيش التوازن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. أنا ما قصدتش يعني مش إهانة لأي حد، بس أنا كنت معنيه إن أنا ورايا شغل فسيبوني أشتغل، فما كنتش واعي أنا بعمل إيه. من الواضح برضو إنه تحديت النظام بشكل واضح جدا عند استضافتك على الأقل الأستاذ محمد حسنين هيكل، وهو كان معروف عنه أنه من الناس اللي مغضوب عليهم، النظام لا يحب هيكل، فأخرجتيه عن صمته. أنا طبعا لا أستطيع، يعني هذا الشرف ليس لي وحدي. أنا كررت تاني، أنا كنت في قناة دريم، والدكتور أحمد بهجت والمهندس أسامة الشيخ عملناها باتفاق جماعي، وكان معنا برضو الأخ الأستاذ أسامة عز الدين. فإحنا يعني كفريق مع بعض تفجرت الفكرة، وأنا كنائب رئيس الدريم نفذت ذلك بمسؤوليتي بقى، بمسؤوليتي الإعلامية الإدارية. مش قلق هتجيبي هيكل وهو هم من فوق مش حابينه؟ لا، أنا كان كل اللي يعنيني إن أستاذ محمد حسنين هيكل 30 سنة مش قادر يعني يكتب في الأهرام اللي هي أسسها، وهي الصرح العظيم ده، وإحنا أنتج خلالها عشرات الكتب، وكنا بنلتهم كتب. أنا أتذكر كتاب خريف الغضب، وأنا كنت في الولايات المتحدة بدرس وبشتغل في الوقت ده، التهمته في يوم. أفرز عشرات الكتب، وهذه الطاقة والعقلية العظيمة، القامة الشامخة في الصحافة والإعلام المصري، نتفق أو نختلف معاه، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه قام شيء. فإننا نجيبه في دريم ده كان عمل إعلامي من وجهة نظري أنا صح. الناس هتبقى عايزة تتفرج عليه، ما أنا عايزة الأصوات الممنوعة اللي كنت بكلمك عليها. فلما وافق الأستاذ هيكل فاحتفلنا بذلك. ما كانش في، أنا ما كنت، أنا عمري ما عملت حسابات. أنا حساباتي أني أقدم الحقيقة وأقدم جميع الآراء على الشاشة، وقد يكون في نفس المحطة ظهر ناس بتختلف تماما مع الأستاذ هيكل وتناقض آراءه، لكن كانوا بيجوا بيظهروا في البرامج. كان هدفي إن إحنا نقدم كل الأصوات اللي إحنا الثورة قامت عشانه، اللي إحنا لازم أصواتنا كلنا تتسمع من جميع الأطياف، مش أنا عشان أختلف معاك صوتي يكتم وتحطولي كمامة على بقي. هنسيب بقى كل الفترة اللي فاتت ونرجع على الفترة الحالية اللي احنا موجودين فيها دي. الحقيقة انه في ناس كتير جدا بتقول يا جماعة احنا خرجنا من ممالقة النظام والحزب الحاكم الى ممالقة قد يكون المجلس العسكري الحاكم، قد يكون الائتلاف. عندك اولا لا يستطيع احد ان ينكر ان هذه الثورة نجحت بارادة الشعب المصري وبحماية واحتضان القوات المسلحة. القوات المسلحة ضباط البواسل اللي رجعوا لنا سينا، اللي عاشوا سنوات طويلة من الحروب الدامية، لما وقف ولم توجه رصاصة واحدة أو سلاح واحد إلى الشعب المصري واحتضنت ولادها وحمتهم، لا أعتقد أن الثورة يمكن أن تكتمل دون هذا الاحتضان من اليوم الأول. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقفه من اليوم الأول. صمام الأمان في حياتنا اليوم هو الجيش المصري. ممالقة مش ممالقة، أنا ما بعملش ممالقة دلوقتي. الناس خايفة من كلمة الحكم العسكري، طلعوا وقالوا بالتلاتة احنا عايزين دولة مدنية، احنا لا نريد الحكم، نحن في وزارة تسيير اعمال
وفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة دور الرقيب لحماية البلد في هذه الفترة الصعبة جدا التي تمر بها مصر الآن، خاصة بعد جريمة الإخلاء الأمني لشوارع مصر، وخاصة بعد الفرقة التي تم إحداثها بخبص شديد بين الشعب والشرطة. فالنهاردة الشرطة هترجع، وهترجع ومعاها الجيش ومعاها الشعب. لازم إحنا الثلاثة نحوط على بعض، ولازم إحنا الثلاثة نبقى كلنا إيد واحدة علشان نرجع أمن مصر واستقرار مصر واستقرار الشارع المصري، لأن في أيادي داخلية أو خارجية مش من مصلحتها إن مصر تستقر، وعلى الحدود إسرائيل مش من مصلحتها. مصر لو استقرت هتبقى من أقوى وأهم دول العالم، لأن فيها ثروة بشرية وفيها إمكانيات طبيعية هائلة، ولو فيها وفيها عقول علمائها وعقول مفكريها، فمصر دولة عظيمة. فما نجيش نقول الممالقة، ما طبعا ما هو الممالقة موجودة في كل عالم. لا أعتقد إن المستوى اللي احنا بنتعامل معاه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخش عليه أي منافق أو يعني واحد بيحاول إنه يكتسب أفضلية. لا أستطيع إن ده وارد النهاردة، لأنه غير وارد في مصر الحالية. يعني النهاردة الشباب في الجامعة بيقول لك والله إحنا العميد ده مش عايزينه، واحد اتنين تلاتة أربعة. ازيك يا شباب؟ دكتور راضية عن الأداء بتاع الحركات السياسية الشابة اللي موجودة، ولا مش شايفة أنها بتقوم بدورها كما يجب، ولا شايفة أن هم ممكن يشكلوا وجوه جديدة لنفس الشكل القديم؟ الشباب احنا يعني سنوات طويلة وأنا منهم للأسف، كنا بنقول شباب لاهي، شباب عاصم، شباب الإنترنت، شباب المخدرات، وكنا طول النهار نأنب فيهم، طلعوا أحسن مننا كلنا. فأنا متصورة أن الشباب ده شباب واعي وقادر وقوي وعنده عطش شديد لتحسين وتطوير هذه الدولة. لكن الشباب هو دايما في كل العصور السائر المغير للأحوال الظالمة. دايما الثورة يقول لك ده ثورة الشباب، ده أصله شاب يعني مندفع. فالشباب عناصر الثورة البريئة دايما فيه، لكن حنكة الإدارة وخبرة إدارة الدول لسه ليست لديه. فليتعلم يعني أنه لازم يكون في فرص للشباب. أن النهاردة لو في عالم عنده 40 سنة ونبغ وظهر على الساحة العالمية ده ممكن أنا أستعين بيه في منصب كويس، بس مش بالضرورة أنه هيعرف يدير وزارة البحث العلمي، لأن قد يدير وزارة البحث العلمي شاب واخد دكتوراه في التخطيط والاقتصاد لكنه يعلم كيفية الإدارة. فإحنا نبحث عن المواهب والخبرات، بس لازم نستفيد كمان من الخبرة الإدارية للسابقين المحترمين الأمناء ونعلم الجيل الجديد ونديله فرصة إنه يكبر، بحيث إننا إن شاء الله نشوف أوباما عنده كم سنة؟ 47 سنة. فإحنا عايزين في يوم من الأيام رئيس جمهورية مصر العربية يبقى شاب في الثلاثينات، شاب في الأربعينات، بس لازم يكون نابغة. يعني ما هو أوباما برضو قدر يصعد، ما جاش من الشارع، ده راجل اتخرج من أعرق جامعات أمريكا، وكان في إمكانه يشتغل محامي ياخد شقل على قلبه كل يوم، راح اشتغل في العمل العام والخدمة العامة بثلاثة ساق، وبعدين دخل انتخابات محلية، وبعدين انتخابات في الكونجرس. فمشي في الطريق السياسي اللي هو بنى لنفسه فوصل. برضو اختلفنا او وافقنا على سياساته، لكن قصدي انه الشباب هيمسك وهيدير مصر في المستقبل، بس احنا لازم كمان يبقى في فرص ياخدها، ولازم الشباب يكون عنده صبر التعلم. واحنا ماشيين في الشارع كده ساعات نسمع الناس تقول فين روح التحرير اللي بدأت يوم 25 يناير؟ الروح دي اختفت، الناس ما بقتش خايفة على بعض، عندنا مظاهرات فئوية، احيانا احداث طائفية، اعتصامات الى اخره. حضرتك شايف ان الروح اختفت ولا الروح بتروح وتيجي،
وهتستمر بعد كده إلى ما لا نهاية إذا شاء ربنا بإذن الله. الروح لم تختفي لأنها هي ظهرت في اللحظة الحاسمة الفارقة تاريخ مصر. والملايين دي كلها كانت شارع مصر كلها في القاهرة بس. الروح دي ما زالت موجودة، هي دي روح مصر الأصيل. إنما في ناس طبعا في أيادي بقايا نظام، أيادي داخلية، أيادي خارجية، أيادي أنانية وبتبص لمصلحتها الشخصية وأنا عايز أكسب وألحق وأسرق وأجري. كل الأيادي دي عايزة تستحق أقطعها ولا بد من قطعها، يعني فعلا قطع إيديهم. هذه الجهات المختلفة كل واحد له مصلحته. في جهات خارجية مش من مصلحتها أن مصر تستقر، بعتوا فلولهم يسيروا الفتنة ويسيروا الطائفة أو يسيروا داخل مصر. في أيادي من النظام السابق لسه بتفرفر مش هيستسلم بسهولة. في ناس تعاني من الفقر والقهر سنين طويلة، صوته تسمع فعايز يطلع بقى، يلا هرجلة أنا هحكم بنفسي، أنا هحكم الشارع بتاعي بنفسي، أنا هاخد حقي بإيدي. لأنه في إخلاء أمني حصل، في سجون اتفتح، في نوع من الهرجلة كده، يلا نهرجل سوا، اللي هي الناس ممكن تفهم إن أنا عشان خدت حقي إني أتكلم بحرية معناها إن أنا أعمل اللي على كيفي، فوضى بقى. وده سيناريو الفوضى ده هو مش سيناريو جديد، ده سيناريو فيه تخطيط ليه، ده هو تخطيط الفوضى. هذه الفوضى مخططة، ومخططة من أطراف كثيرة جدا، علينا أن احنا نتصدى لها بشدة وبحزم. وأنا شايفة أن حيتصدى لها الجيش المصري، وحتتصدى لها الشرطة الشريفة اللي نزلت هتنزل في شوارعنا وفرحنا بتخرج دفعة جديدة. والله أنا كنت فرحانة يوم ما شايفة الشباب الجديد على يوم تخرج العيد. أنا عمري في حياتي ما اتفرجت في التلفزيون على تخرج حد، لأننا كنا بنقعد مش همم وجايبين بقى فلان وعلان، ويبقى الموضوع كأنه هو اللي بيتخرج مش إحنا مش ولادنا. فإذا الشرطة لابد أن تعود لنا ولابد أن إحنا نحميها. يعني أتمنى أنا لو شفت ضابط في الشارع أو شرطي أو أمين شرطة إننا كلنا نقف جنبه ونسلم عليه، ولو شفنا حد بيمد إيده عليه إحنا كلنا نتكتف نحميه ونقول له أنت عاقب. مش معنى إن أنا خدت حريتي إن أنا أبلطج وأسرق وأعمل اللي على كيفي، لأنه دي تعتبر جريمة. لابد للشرطي إنه يمسك المجرم ويعاقبه عليها. إنما إن أنا علشان شرطي فما يمدش ايده على مواطن، لا يمد ايده اذا كان المواطن مذنب بيسرق امسكه. انا عندي سؤال اخير، هل حضرتك تتوقعي ما يشاع ان بعض الانظمه العربيه بتحمي مبارك او انها طرف في مفاوضات للاخلاء او لاخلاء سبيل مبارك، او انه اموال مبارك وعائلته تم تهريبها الى بعض الدول العربيه؟ الحقيقه انا لا استطيع اني انا اوافق على الكلام ده خالص. احنا الحقيقه عندنا اشاعات كثيره قوي 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 واقاويل، يعني الدول العربيه عارفه ان مصر بلد عظيم وليست بلد فرد. هل تتصور بالمنطق كده يا جماعه؟ نستعمل المنطق زي ما انا بتقول لي انت والبلاغ والقضيه اللي ما كانش. هقول لك شوف اللي عمل فيا كده، الرد بتاعي بي يعني بسيط جدا. شوف اللي عمل فيا كده هو فين دلوقتي؟ هو فطور مش كده؟ يبقى هو كان بيعمل حاجة صح، ما ده منطق. إذا كان بيعمل حاجة صح وأنا كنت غلطانة وأمثالي كانوا غلطانين واللي اتعمل فينا كان صح، ما كانش هو بقى هناك، ما كانوش الشباب ماتوا في ميدان التحرير. أرجع أقول لك برضو الدول العربية تحسب حساب لمصر الوطن الدولة العظيمة هذا الكيان، ولا تستطيع إنها تقامر من أجل شخص. هم لسه ناقصين فلوس، ما عندهم فلوس، هما مستنيين فلوس بتاعة فلان ولا علان تروح لهم. هم عندهم أساسا، الناس دي عندها أساسا فلوس وعملوا طوروا بلادهم وماشيين بسرعة بيجروا، احنا عايزين نجري زيهم. فده كلام غير منطقي انه الدول العربية اللي احنا جزء من الجامعة العربية، اللي احنا جزء من الوطن العربي،
هتوازن شعب ودولة بأشخاص، ده شيء مش ما أنا لا أستوعبه بصراحة. وبقول كفاية إشاعات، ولازم نبطل على فكرة إشاعات وما نتوقفش قدام الصغار. قالوا كذا، يقولك ده قالك، مين اللي قالك؟ قريت في الجورنال، أني جورنال قريت في النت، نزل على النت، انت صرحت. اقول لهم انا صرحت لمين؟ طب فين؟ طب قولوا لي الراجل ده شافني فين؟ ولا انا كل اللي صرحت لهم صرحت لهم عمري ما شفتهم. يعني كل واحد بيقول اللي عليكم، كل واحد واشاعات. وبقول الناس من فضلكم ما تصدقوش، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بقولها لنفسي، ما بصدقش حاجة على حد، وبقولها لكل إنسان يتقي الله، إني قبل ما أصدق إشاعة وأنزل أجري في الشارع علشان أخد بطاري منها لازم أتأكد إن الخبر صحيح. فسواء بقى دول عربية ولا دول أجنبية ولا إحنا عارفين مين أعدائنا، وعارفين مين الأيادي اللي عايزة تخرب مصر، وعايزين مين اللي بي 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 بينشروا الإشاعات، ومين اللي بينشروا الطائفية، وعارفين وفاهمين كل حاجة. الشعب المصري واعي جدا 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 جدا، عاملونا 30 سنة معاملة الأطفال، فأثبتنا لهم فجأة إن هؤلاء الأطفال عمالقة، عمالقة قامتهم وصلت إلى عنان السماء. فما ما ما نقتنعش بكل كلمة وعلية وفتحية ودي حب ما يحبوا ولا يتفلقوا، أنا دولة تهتم عشان خاطر الشخص والدنيا تولع والناس تموت. إحنا بلد محبة وسلام وأمان. ادخلوا مصر بإذن الله آمنين، ادخلوها آمنين. مصر اتذكرت في القرآن يا يوسف، ادخلوها آمنين. يعني إحنا بلد الأمن، وما احنا نولع في بعض ونضرب في بعض ونقتل في بعض ونوقف الشوارع ونعمل الوقفات ونقوم مظاهرات واحتجاجات واعتصامات وفئويات وبتاع، والبلد بتغرق والبلد الاقتصاد بيتهاوى. لا، لازم نفوق نفوق نفوق. دكتور هاني سرحان، الإعلامية المعروفة والصحفية المعروفة، ألف شكر لحضرتك على هذا الحديث، وإن شاء الله نبقى نسمعك كتير بعد كده على نجوم فعلا. إن شاء الله. وأنا فخورة جدا بيك يا يوسف، كل جيلك الرائع وبكل إنجاز، وبكل واحد فيكم أنا بشوفه عايش بموهبته وبنجاحه وبيحقق بالجهد فعلا الحقيقي، انه بيبذل الجهد وبيبذل الاخلاص في عمله، وهي دي القيم اللي لازم نبتدي نحققها في حياتنا، لان مصر قدامها مشوار صعب، لكن ان شاء الله نجتاز كل الصعوبات وننتصر على كل العوائق، وان شاء الله مصر هتصبح من اقوى دول العالم. السادة المستمعين، استنونا في حلقة جديدة من برنامجنا مواطن مصري.